عن السيكرومتريك تشارت، وعرفنا ازاي نحدد النقطة على السيكرومتريك تشارت، وعرفنا ازاي نبدأ نعمل بروسيسز على السيكرومتريك تشارت. المرة اللي فاتت بدأنا أخذنا كذا عملية، أخذنا السنسبل هيتنج، أخذنا الهيوميديفيكيشن، أخذنا الهيتنج أند هيوميديفيكيشن، أخذنا الإيفابوريتد كولينج، وأخذنا الهيتنج أند هيوميديفيكيشن. ده كان في محاضرة الأسبوع اللي فات، أخذنا خمس عمليات. النهاردة إحنا هنخلص الموضوع ده اللي هو يعتبر واحد من أكبر العناوين اللي موجودة في الكورس بتاعنا. إحنا تقريباً عندنا في الكورس بتاعنا السنة دي ثلاث أو أربع عناوين كبار. عنوان منهم هو السيكرومتري، والعنوان الثاني اللي هنبدأ فيه الأسبوع الجاي هو الاير داكت ديزاين، وعنوان يبدأ فيه دكتور أحمد العاصي بعديها عنوان اسمه كولينج لود كالكوليشنز، ثم في الآخر آخر عنوان اللي هو السيستمز بتاعة التكييف. هم دول الأربع عناوين الرئيسية. وعلى فكرة كورس التكييف ده هيبقى كورس قوي جدا رغم ان وقته ضيق، بس الناس اللي هتركز فيها هتستفاد قوي لو اشتغلت في المجال ده. ما تنسوش ان كنتوا السوق قد يبدو دلوقتي ان حالته مش كويسه، لكن احنا متوقعين مع كاس العالم 2022 ومع اكسبو اللي خدته دبي ان في ويف كبيره جايه الفتره اللي جايه في شغل المباني، في شغل التكييفات، في شغل الكلام دوت. فاعتقد على التقديرات السوق قرب ان هو سيء دلوقتي فعلا، لكن متوقعين في خلال السنه سنتين الجايين دول ان هيحصل طفره في المجال ده بشكل كويس ان شاء الله. خلينا يا جماعه استاذنكم ان النهارده عندنا محاضره واحده. صوت يا جماعه، احنا النهارده عندنا محاضره واحده فقط تقريبا. احنا نزلنا لا داعي خالص للكلام. احنا نزلنا اساين مع الجماعه المعيدين بتوعنا هي 30 مساله. هدف ال 30 مساله انك انت تتدرب كويس قوي. الموضوع كله بسيط وفيه تكرار، لكن هدفه انك انت فعلا لو قدرت ال 30 مساله دول تحصل الافكار بتاعتهم. اولا انت بتقوي نفسك حلو قوي في المجال ده، ثانيا صعب قوي ان الامتحان يخرج بره ال 30 فكره دول. يعني هيزيد سيدنا، هينقص لنا، هنجيب ميكس ما بين مسالتين، هنعمل الكلام فاضي. بس يعني في الاخر احنا حبيت ان انا اغطي الرينج. انا ما بحبش اخبي الحاجه اللي انا شغال منها. انت بتشتغل. الحاجه الثانيه اللي بنعملها عشان نساعد الناس، تمام؟ ان ده حل الشيت. انا براجعه دلوقتي. ده حل الشيت هينزل لكم بالكامل لل 30 مساله. حالين المعيدين بتوعكم وانا مراجع عليه. يبقى يعني بس كده. تمام؟ اللي محلول هنا لو هو مطلوب يبقى انت معاك، فما اظنش ان ممكن نعمل حاجه اكتر من كده علشان خاطر ما حدش يقول الداتا ميسنج واحنا مش لاقيين حاجه، واحنا مش عارفين نعمل ايه. اهو كل الريفرنسز والمسائل والحلول في ايدك وعليك انك انت تشتغل. طيب الجزء اللي بعد كده نبدا بقى في الشغل الفني بتاع النهارده. احنا هناخد حاجه هي اساس عمليه التكييف، هي اساس عمليه التكييف، تمام؟ اللي هو الاجراء بتاع الكولينج كويل ده. فعايزين نركز لان هو ده الاساس اللي على اساسه بني موضوع التكييف. الكلام اللي احنا هنقوله النهارده كلام بدون مبالغه وبدون فرد عضلات. كتير جدا من المهندسين اللي شغالين في مجال التكييف لا يعلمونه جيدا في السوق. السيكرومتري يا جماعه عمال لكم امان، وهتفتكروا في يوم من الايام الكلام ده يقولوا كان في واحد بيدرس لنا زمان فعلا هو اللي علمنا كام حاجه كده في الحته دي. ايه؟ مش فرد عضلات ولا حاجه، لان الناس كلها واخده التكييف انها مكنه بتجيب هواء وخلاص على كده، تمام؟ والخواجه هو اللي بيشتغل وبيصنع وهو ما يعرفش ايه التفاصيل اللي بتحصل في ضغط المكنه اللي فيها ملف تبريد وبتطلع هواء ساقع وخلاص على كده هي جابت هواء يا عم. الناس ما بتفكرش كويس في شويه تفاصيل بنقولها وبنحكيها. فركز معايا كويس عشان تفهم النهارده حاجه مهمه المعلومه. انا هعمل الفايل بتاعي سايلنت. خلينا نعمل الفايل بتاعنا سايلنت. تمام؟ ايه الموشن؟ دي عمليه انا لسه ما قلتش حاجه. ممكن نبدا نركز مع بعض. انا لسه ما قلتش حاجه يا شباب، نركز كده مع بعض بعد اذنكم. اول حاجه هي
الاير موشن. حتى الاير موشن ده واحد يقول لك ايه بيغسل له الهواء، هو حاجه زي كده فعلا. هو الاير موشن بتاعت الجليد ايه؟ تمام. خلينا ناخد العمليه بتاعت الاير موشن. الهواء بيجي من بره داخل كده، ده اير ان. يجي يعدي على حاجه هنا اهو فيها ميه، هنا الميه دي بتتاخد بفم البامب دي، يا اما تسخن يا اما تبرد، زي ما يكون تمسك الميه دي تقوم مرشاشاها في الهواء يخرج الهواء من هنا او ايه ده يا معلم؟ ايه اللي انت عملته؟ كل اللي انت لا بكل بساطه انك انت رشيت شويه ميه جوه الهواء اللي نازل. طبعا الراجل ده تحت تقسيم مراحل بهذا الشكل. قال لك ايه بقى؟ بص بقى، الميه اللي انت حقنتها جوه الهواء اللي بيتحرك ده، اختلاف الكونديشن بتاعها، يعني انت سخنتها ولا بردتها ولا عملت ما اعرفش ايه، هو اللي هيتحكم في شكل البروسس على السايكومتريك. مش فاهم يعني ايه؟ يعني لو جيت رسمت البروسس دي على السايكومتريك هتلاقيها شكلها عامل كده اهو. دايما قلنا بنرسم ايه؟ الخطين والكيرف ده السايكومتريك دايما الرمز بتاعه. تمام؟ الظروف اللي دخلت هنا النقطة، هنحدد النقطة ايه؟ هنحددها ازاي؟ بأي معلومتين زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. أنت ممكن تغييرك للكونديشن بتاع المية، درجة حرارة المية اللي محقونة دي اللي أنت بتحقنها في قلب الهواء، تحصل على كذا عملية. ممكن تحصل على عملية عاملة كده أهو، على عملية عاملة كده أهو، على عملية كده أهو، على عملية كده أهو، ها؟ على عملية كده أهو، كل دي احتمالات. كل دي احتمالات. تعالى كده ندرسهم واحده واحده. يعني تعالى انت ممكن تحصل على A او B او C او D او E. ازاي تحصل على اي اجراء من دول؟ يعني الاوت ممكن يبقى عند اي نقطه من دول. ازاي؟ قال لك بالتحكم في درجه الحراره بتاعه الميه المحقونه اللي انت بتحقنها في الهواء. طب بتحكم في درجه حراره الميه ازاي؟ قال لك عن طريق ايه؟ انك انت حاطط كويل يا بتاع تبريد يا بتاع تسخين هنا. تمام؟ اوكي؟ وحاطط اوبشن انك انت ممكن تعمل كمان ميك اب ووتر. ميك اب ووتر يعني ميه تعويضيه، عشان لو في ميه انت افتقرتها عن طريق يعني الهواء شالها ومشي بيها يعني. معايا؟ فيبقى عندك خط تعويضي كومبنسيشن او ميك اب بنسميه ميك اب تايم. تمام؟ اوكي تعالى نفكر هو ايه الفرق ما بين الكونديشنز دي وبعضيها. يعني تعالى نتكلم عن البروسيس اي ايه. البروسيس دي حصل فيها ايه؟ ها كولينج، صح؟ كولينج اند ها الرطوبه حصلها ايه؟ نزل الرطوبه، صح؟ اند دي هيوميديفيكيشن. ده الاجراء الاولاني. تمام؟ الاجراء الثاني اللي هو من اي تمام لحد بي حصل فيه ايه يا جماعه؟ كولينج، ها؟ صح كولينج، لكن حصل ايه كمان؟
هيوميديفيكيشن ولا دي هيوميديفيكيشن؟ هيوميديفيكيشن. حصل ترطيب، زودنا ايه رطوبه يبقى حصل انتي هيوميديفيكيشن. وعلى فكره نفس الكلام حصل اي سي سي، ونفس الكلام حصل ايه في دي، نفس الكلام حصل في سي، ونفس الكلام حصل في دي. لا دي حصل كولي، بص كده كويس، هو الخط بس مايل ميل بسيط، دي حصل كولي، خط عامل كده اهو. امال ايه هو اللي حصل في الاجراء اي؟ هيتنج. ها؟ هيتنج اوف هيوميديفيكيشن. اند؟ هيوميديفيكيشن. هيوميديفيكيشن. سؤال. كيف لنا ان نتحكم في اللي خارج؟ ان يبقى عندي اي او بي او سي او دي او اي. الاجابه التحكم في درجه حراره الميه اللي بنحقنها. وضح لي هولي. وضحها لي. مش فاكر. يعني اقول لكم حاجه احنا خدناها المره اللي فاتت. ها؟ فاكرين الاجراء بتاع الايفابوريتد كولينج اللي هو اندر كونستنت اتش؟ فاكرينه؟ الاجراء ده هو الاجراء سي اللي كان فيه الاجراء ده، الاجراء سي كان فيه درجة حرارة المية التي بتاعة الموتور بتساوي الويت بلب. فاكرينه ده؟ اللي كانت الاتش دي كونستانت. فاكرينه الكلام ده يا جماعة؟ اللي احنا خدناه الأسبوع اللي فات اللي هو التكييف الصحراوي. فاكرينه؟ قلنا هنحقن مية درجة حرارتها قرب الويت بلب تحصل على كونستانت اتش لاين يعمل لك بالشكل ده اللي هو من اي لحد سي. ده كونستانت اتش. امال امتى تبرد، امتى الميه المحقونه، امتى الميه المحقونه تبرد الهواء؟ فاكرين لما قلنا الاسبوع اللي فات الديو بوينت تمبرتشر لو كان درجه حراره الميه هنا اهو، برافو عليك، اصغر من الديو بوينت تمبريتشر، تمام؟ الديو بوينت تمبريتشر بيقولوا عليها دي بي تي، تمام؟ ديو بوينت تمبريتشر لو كان درجه يعني الميه كانها اسقع من الديو بوينت، يعني الميه اللي محقونه كانها هتعمل سوليد سيرفيس يحصل تبريد وتكثيف. ها؟ ليه؟ الميه اللي موجوده جوه الهواء عليه. تاني فاكرين لما قلنا المره اللي فاتت ان جارنا اللي جنبينا لو كان او ماسوره الشيلد ووتر اللي ماشيه دي كانت ماسوره اصغر من ديو بوينت تمبريتشر فيحصل عليها تبريد وتكثيف للهواء؟ تمام؟ هو عمل ايه اهو؟ شغل الكولينج كويل قام خلى الميه المحقونه درجه حرارتها تكون اقل من الديو بوينت تمبريتشر بتاع مين؟ بتاعت الهواء. فلما الهواء قابل الميه دي كانها كولينج كويل بس متحرك. يعني كانها سوليد سيرفيس درجه حرارته اصغر من درجه الديو بوينت. فلازم الميه تبدا الهواء يبدا يكثف الميه اللي عنده وهو نفسه يسقع. تمام؟ اللي هو الاجراء اي اي. وهو اجراء نادر الاستعمال في الحياه العمليه. وهو اجراء نادر الاستعمال في الحياه العمليه. لكن اجراء. نادر الاستعمال. هنا بقى الصياعه كلها في الحته بتاعت الفرق ما بين الاجراء رقم دي والاجراء رقم بي. هي دي الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. هي دي الحاجات اللي بتيجي في الشهر. هي دي الحاجات اللي بتفرق المهندس اللي فاهم من اللي مش فاهم. درجه حراره الميه هنا اهو اكبر من الـ
الديو بوينت تمبرتشر لكن اصغر من الويت بار. تاني درجه حراره الميه اكتبها كده اهو التي ووتر هنا اهو الاجراء رقم بي محصوره ما بين مين ومين ها هي اكبر من الديو بوينت تمبرتشر لانها لو كانت اقل هيحصل عليها ايه؟ هتبقى زي الاجراء رقم ايه؟ تكثيف وتبريد صح؟ ثم درجه حراره الميه دي ما وصلتش للويت بالب اول ما توصل للويت بالب الاجراء هيبقى الاجراء ايه؟ تكثيف اللي هو كونستانت اتش. طب لما الميه تبدا تكبر عن الويب بالب يعني الويب بالب هنا اهو يبقى اصغر من درجه حراره الميه المحقونه بحيث الا تتعدى درجه الدراي بالب بتاعت الهواء يحصل الاجراء رقم دي. اما في الاجراء رقم اي فدرجه حراره الميه تخطت الدراي بالب تمبرتشر. سلام. اقف بقى هنا بقى ونعيد تاني الكلام ده احسن اتخطفنا احنا مره واحده. ركز بقى كده معايا. شوف اللعب كله هنا بدرجه حراره الميه اللي انت بتوش فيها ايه؟ اللي انت بتبنيها فيها. لو انت خليتها ابرد من الديو بوينت تمبرتشر يبقى كانك بتعمل سطح كبير. كانك بتعمل كولينج كويل بالظبط يعني الاجراء اللي هو من اي لاي ده تقريبا شبه بتاع الكولينج كويل تمام في برد في كسر تمام مفيش كلام. طيب بدات تعلي درجه حراره الميه شويه بحيث ان هي تبقى اكبر من الديو بوينت كده مش هيحصل بقى ايه تكثيف تمام بحيث ان درجه حراره الميه دي لسه ما وصلتش للويت بالب يعني مصر مثلا في الصيف 40 28 دراي 40 الويت بالب 28 انا سخنت الميه دي بحيث ان درجه حرارتها كانت مثلا 22 هي اصغر من 28 تمام واكبر من ديو بوينت مثلا هي 12 تمام وبدات اللي يحصل هنا ايه؟ بدا يحصل اجراء في ترطيب تمام وتبريد لكن مش اندر كونستانت اتش. اندر كونستانت اتش يتم لما تبقى درجه حراره الميه قريبه جدا او تساوي الويت بالب تمبرتشر. انت معايا؟ قمت سخنت زياده انت كده وصلت لل 28 قمت سخنت الميه زياده خلي بالك درجه حراره الجو في الدراي بالب في مصر 40 والويت بالب 28 والديو بوينت 12 انا بفترض يوما ما في السنه. هنا انت ما بين ال 28 لل 40 حصل عندك ايه بقى هنا اهو؟ ها؟ حصل عندك تبريد بسيط يعني البي بتاعت الدراي بالب قلت شويه صغيرين وحصل حقن كميه ايه؟ ميه فحصل ترطيب. قمت انت بقى افتريت قلت بقول لك ايه؟ لا يا عم انا هخلي درجه حراره الميه اوصلها ل 50. يا ابني خلي بالك ده 50 دي اسخن من الدراي بالب يبقى كانك حاطط هيتر تمام لكن ده هيتر مش هيتر كهرباء بتاع المره اللي فاتت المره اللي فاتت كان هيتر ايه كهرباء لا يضيف رطوبه ولا ياخذ رطوبه ها هنا انت عملت ايه انت سخنت ورطبت تمام يعني اضفت هيوميديتي مع التسخين. سؤال معلش بقى سؤال متى لا يوجد ميكابور واحد هيرد عليا دلوقتي يرفع ايده ها واحد بس يرفع ايده عشان اعرف اسمع الحاله الاولى تمام الحاله الاولى بالعكس ده الهواء هينقص يعني هيحصل فلودنج ده هيطفى هنا الميه هتزيد تمام ماشي اي سي يعني اي سي لا الاجراء ايه بيحصل فيه تبريد للهواء فالميه بتنزل مع يعني الميه بتنزل انت بتحط مثلا 1 كيلو جرام مثلا في الثانيه
تلقى انزل لك 1.2 كيلو جرام. ليه؟ لانه خد كمان شويه من الهواء ونزل بيه. تمام. شفت بقى؟ طيب تعالى بقى في كل الحالات اللي بعد كده، ها؟ في كل الحالات اللي بعد كده مش في توطين؟ يبقى انت بتاخد ميه. انت بتاخد ميه. هو ميه الدبابيس دي اللي بتفرق الموانس اللي فاهم على مش فاهم. تمام؟ الايه هي الحاله الوحيده اللي انت حقيقه مش محتاج انك انت تعمل ميك اب. انت تاخد غيره. So there is no need for makeup water with air washer. انت ورص لك 3-4 من دول. تمام؟ ماشي؟ انقل بقى على اللي بعده مهم. ها؟ ده اسمه الاير ووشر. عارفين الاير ووشر ده ميزاته ايه وعيوبه ايه؟ ميزات الاير ووشر ان هو فليكسبل. يعني انت لو عندك اير ووشر في المصنع بتاعك او في البتاع انت تقدر تحصل على كونديشن تغطي اول اوفر ذا يير. يعني لو انا في عمليه بعمل مكنه في جو متغير قوي اثناء السنه، تمام؟ الاير ووشر هيبقى ممتاز. الحقيقه الاير ووشر بيستعمل دايما في صناعه المسك. تمام؟ الاير ووشر التطبيق العملي الاساسي ايه؟ هي صناعة النسيج. يعني لو تفتكروا الأسبوع اللي فات أنا قلت لكم صناعة النسيج بتبقى عايزة رطوبة عاملة إزاي؟ عالية. صح كده؟ فدايماً الإير ووشر بيستعمل غالباً في صناعة الستايل، عشان لو الكلمة مش عارفة بالنسبة لك، هي الصناعة بتاعة النسيج بتاعة بص دايماً الحاجات اللي عايزة رطوبة عالية بالذات صناعة النسيج. لكن طبعاً الإير ووشر فيه مشكلة كبيرة إن هو مكلف في المية. تمام؟ الميك اب ووتر كتير. تمام؟ خليك معايا. ماشي؟ الميك اب ووتر اللي مطلوبه كتير دي مشكله كبيره جدا للاير ووشر، غير ان الحصول على اجراء التبريد منه مكلف. يعني انت بدل ما تبرر ميه والميه تبرد الهواء، ما خلاص هتعدي الهواء على طول البويه على طول. فاهم قصدي؟ لكن هو مشهور قوي في الصناعه بتاعه المسيج الاير ووشر. انا خلصت الشرح بتاعي ده الجزء الاولاني في المحاضره النهارده الاير ووشر. هاخد سؤال واحد بس وهنأكد بقيه الاسئله لاخر المحاضره. اتفضل يا شيخ. ايوه مش هو اصلا الويب بال الخط بتاعه نفس خط الكونستانت اتش؟ هما الاثنين متطابقين على بعضيهم. الحقيقه انا قلت التفسير العلمي المره اللي فاتت انك انت في الوقت اللي انت بتحقن ميه الهواء بيبلعها. بيبلع الهواء بيبلع الميه ازاي؟ بيبخرها، يدخلها جواه. عشان الهواء يتبخر، عشان سوري الميه تتبخر، عايز تاخد حراره، بتاخد الحراره منين؟ الهواء بتبرده. فتلقى اللي جوه ماشي ترطيب مع تبريد. هو عنده كونستانت اتش ليه؟ لان الويب بالك ثابته. فالمقدار اللي انت بتكسبه ليتنت بتخسره سنسيتيف ايكوال. في الحاله دي بيبقى ايكوال بالظبط، بيبقى زي بعض. يعني الميل بتاع الخط ده اللي انت بتكسبه ليتنت يساوي اللي انت بتخسره سنسيتيف. فالاثنين شالوا بعضيهم. هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه. يا شباب خش على اللي بعده عشان ما نفصلش. اللي بعده هو اجراء تبديلي للكولينج كويل الاير ميكسنج. الاير ميكسنج سيدي الفاضل عندك تو ستريمز من الاير قبلوا بعضيهم. خدوا بعض من الحفر جابوا ستريم تاني. تمام؟ ايه شكل الاجراء ده؟ ثلاثة.
يساوي سي اف ام 1 زائد سي اف ام 2. حد عنده شك؟ واحنا اتفقنا مع المعيدين ان احنا هنشتغل على الرو بتاعت الستاندرد ايه؟ هي حقيقة اللي انا كاتبه ده مش صح قوي علميا، ده تقريب. مين يقول لي ليه؟ عشان الرو بتختلف. هي حقيقة الماس 1 زائد ماس 2 بتساوي ماس 3. ماس كلوريد. اللي هي الرو في الفوليوم كلوريد. واحنا اعتبرنا الرو ثابتة عشان كده شلناها مع بعض، وده كونسيدريشن. وده اعتبار مش اساسي في الحياة ولكن كود بي لايك ذات. أرجوك اسمعني. أرجوك اسمعني. تمام؟ وكمان اقدر اقول مش الكتله بتاعه كمان الميه لا تفنى ولا تستحدث. يعني لو قلت ان دبليو 3 هو عباره عن دبليو 1 زائد دبليو 2 يبقى انا محق في الكلام ده. تمام؟ يعني الكتله بتاعه الميه كام كيلو جرام ميه لكل كيلو جرام دراي اير هي اخرى هتقعد ثابته. تمام؟ 1 جرام مع 2 جرام هيجيبوا 3 جرام. تمام؟ ونقعد بقى نحكي ونعمل الانرجي بالانس ونقعد نحكي حواديت ونقول لو عملنا الانرجي بالانس هنلقى اني ونقعد نحكي. قال لك بص بقى انا هنا في الكورس ده الميكسنج بتاعي بحله جرافيكال. الناس كلها تسمع مني الكلمتين دول. في علاقات تقدر تجيب منها نقطه 3 جبريه ماليش فيها. انا بحل الجرافيكال. بحل جرافيكال يعني ايه؟ ولا اي حاجه. كله كده بص معايا على السبوره. تمام؟ انت النهارده الله يخليك باشمهندس خلاص اديتك في الامتحان عندك اثنين اير ايه؟ عندك اثنين اير ميكس اتخلطوا مع بعض. نقطه واحد ونقطه اثنين وصل ما بينهم خط مستقيم على السيكومتريك تشارت. لو اتخلط بنسبة 50% ل 50% يعني نص بالنص. تمام؟ باي ماس او باي فوليوم لان احنا الروح طورناها ثابتة مش فارقة باي ماس او باي فوليوم. تمام؟ تبقى نقطة 3 في النص لان ده خد 50% وده خد 50%. لا يا عم دي مش النص يا عم الحاج. مين قالك ان هي النص؟ ده انا هدخل 1000 سي اف ام وهدخل 2000 سي اف ام. المره الاولانيه انا حليتها جرافيكالي لما كان الاثنين ايكوال لبعضهم فوقهم في النص. لا المره دي انا هدخل من هنا 1000 ومن هنا 2000. اكيد اللي طالع 3000 سي اف ام لان النقاش بيزيد. لكن فين مكان النقطه على السايكرومتريك؟ بكل بساطه والناس كلها بتبص عليا وتفتكرني وانا واقف بشرح الحته ديت اني ببساطه شديده جدا انك انت بتقسم جرافيكال. تمام؟ نقطه واحد اهي ونقطه اثنين اهي وصلت ما بينهم لقيت المسافه دي على السيكرومتريك اللي انا جبته لك 6 سم. سؤال هو نصيب واحد 1000 على 3000 يعني دول صح؟ نصيب واحد 1000 على التوتال اللي هو 3000 يعني دول. بالتالي ببساطه شديده 2 نصيبها كام؟ 2000 على 3000 اللي هو 2000. تمام؟ سؤال يا اخي اسمعني يا ابوك ايدك. سؤال مين فيهم اللي هتسيطر اكتر؟ يعني بالبلدي كده انا ما بحبش احفظ بصراحه. انا نفسي ما بحبش احفظ. هو مين فيهم اللي هتجيب الموضوع؟ مين الاقوى؟ اثنين. اكيد الثلاثه هتكون اقرب لمين؟ لاثنين لان هي اللي 2000. اما الكونديشن داخل ب 1000. تمام؟ فلا يبقى مسيطر اكتر هو مين؟ اثنين. ببساطه شديده تيجي المسافه ما بين واحد واثنين تقسمها بالنسبه دي تلت وتلتين بشكل عكسي. يعني ايه بشكل عكسي؟ يعني لو طول الخط ده عشان نسهلها 3 سم 3 سم طلع عندك؟ يبقى من 1 سم سنتي من هنا اللي هو التلت وخد التلتين هنا اهو هي دي النقطه بتاعتك اللي اسمها نقطه 3. لو نسيت في الامتحان حكايه ان هي عكسي افتكر ان حمدي قال
ان مين النقطه اللي مسيطره اكتر؟ مين؟ يبقى طبيعي ان النقطه تقرب لمين؟ 3 تقرب لاتنين اكتر من ايه؟ من واحد. وعشان كده في حاله ال 50% وقفت في النص ما بينهم هما الاثنين، وقفت في النص ما بينهم هما الاثنين. معايا يا شباب؟ 100 100 100 اخر حاجه بقى حته خبيثه، لازم انت حته خبيثه ولا ماشي تمام. مين انا حكيت لكم قبل كده حكايه المره اللي فاتت لما قلت لكم من ضمن الاخطاء اللي بتحصل في بعض التصميمات في الدول العربيه ان هي عشان هي سخنه جدا ان فيش اير الهواء السخن يخلطوا مع الهواء اللي في السقف الساقط البارد، فنتيجه كده يحصل السقف الساقط يبوش. ايه يا عم الكلام ده؟ اثبت لي هذا الكلام علميا، سيبك من كلام بالاسطوانات تمام؟ ولا حاجه. سؤال، لو جت انت كونديشن بتاع نقطتين لقيت في نقطه رقم واحد هنا اهو ونقطه رقم اتنين هنا اهو، التقاطع ما بينهم حصل فين؟ عدى مين؟ الحته دي تكايه جامده قوي، الحته دي تكايه جامده قوي تمام؟ تعالى خد كده التلت والتلتين والكلام بتاعك الحلو اللي انت بتقوله، هتلاقي نقطه 3 هنا. قال هي دي تنفع تبقى نقطه 3؟ قال لك لا دي مش نقطه 3، نسميها 3 داش. لان هنا هيحصل ايه؟ دي نقطه مش حقيقيه، مفيش نقطه بعد ال 100%، الهواء ما بيشربش اكتر من 100% تمام؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ تنقيط. ايه اللي هيحصل؟ تنقيط. طب التنقيط ده ازاي؟ قال لك امشي بكونستنت اتش، امشي بكونستنت اتش لحد ما تقطع خط ال 100%، هي دي نقطه 3، والمقدار بتاع الفرق ده هو ده الكوندنسيشن. تاني، حدث تقاطع بين نقطتين تمام؟ في عمليه ميكسينج التقاطع حصل، ودي حاجه نادره برضه مش كتيره، ولكن حصل انها دخلت ان الميه ان التقاطع حصل بعد خط ال 100%. لن تكون هناك نقطه اسمها 3 حقيقيه بعد ال 100%. اللي هيحصل ببساطه ان هيحصل شويه تنقيط ميه اللي هم بيبوشوا السقف دول تمام؟ وتمشي اندر كونستنت اتش لحد ما تقطع خط ال 100%، تبقى هي دي نقطه 3 الحقيقيه. يبقى نقطة 3 الحقيقية هتبقى في رابط ال 100% أو 99% تمام؟ وهيحصل تنقيط مقداره الفرق ما بين نقطة 3 داش ل 3. 3 داش هي نقطة تخيلية غير موجودة في الواقع. معايا يا جماعة؟ 100 100؟ 100. اللي بعده؟